انتظاراتك من مقابلة المنتخب التونسي والمنتخب البرازيلي غدا بفرنسا؟ إن شاء الله تتعدى مقابلة باهية. احنا البرازيل تكور كرة باهية ونعرفوها من أحسن الجمعيات في العالم، لكن تونس مازالت ناقصة برشا باش توصل النيفو نتاع البرازيل، حتى النيفو نتاع الخليج واحد بعدوا بينا برشا. إن شاء الله نخلطوا نعملوا ريزولتا حتى نول نسميو عملنا حاجة باهية. إن شاء الله ساعة نكونوا في المستوى، وإن شاء الله نعملوا ماتش باهي ياسر ما فيش أغلاط، ويلفو إتر أن بو دور، لازم تكون صحيحة شوية، مش فراجيل دون ما يدزك تطيح، لا لازم تشد معاه. لازم تكون سيربريز، معناها لازم تعمل ماتش باهي، أنت والفورما تاع النهار هذاك. إن شاء الله يرجعونا كيما لعبنا قبل، كنت البرازيل، عدينا ماتش خلق العادة، محدين مركة الهدف تاع تونس، وقت الجمهور يحضر، ونتفرجوا في الكورة، نحن عنا كيب باهية، وعنا كرة باهية في تونس، وديما ضد الفرق الكبار. اللي يعني بي علينا ظاهر اللعب عند البرازيل، احنا والمشكله نتاعنا كي نعملوا مقابله بها ضد كيب كبيره اقرا حسابك بعد باش نبركوا باش نتاعك دو بريفيرونس يلعبوا لعبه نورمال وكا هما حتى تو تحس تونس غدوه باش تلعب مثال نهار ثلاثه باش تلعب باش يوريوا روحهم اللي هاو عندنا راه اما في الصحيح ما عندنا حتى شيء. عندنا مده على ماتشات كيما هذوما، ان شاء الله تعدى مقابله باهية. برشا اجيال ما حضروش على الماتش القديم تاع البرازيل، هذه فرصه في تفرجوا فيه، وان شاء الله نعديو ماتش باهي، وان شاء الله النتيجه ما تكونش ثقيله علينا. ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا بالذات، ان شاء الله يا ربي وينسيونا على الاقل في ايام 78 ان شاء الله يا ربي. صافي 20 سنه من لعبنا مع البرازيل مقابله ودي، ان شاء الله المره هذه اون كونفيرم الطاقات اللي عندنا، ونشجعوا سي جلال على البذل والعطاء خاطر قاعد يخدم ولد جون وعنده مستوى عالي، وعمل دي ريكروزمون سيبلي باهيين وخاصة الجبالي، قاعدين نتبعوا مينيسيوزمون في فريقنا ونحبوا نفرحوا فرحة باهية. عندي ثقة هنا في المنتخب التونسي اللي مش يقدم مستوى معقول، وإن شاء الله علاش لا نعملوا التعادل ولا ربح.